هناخد بقى يا جماعة شوية أمثلة على الكلام اللي احنا قلناه. ورقة زي دي مثلا، ونبص على الليد 2، هنشوف البي ويف. هي فين البي أصلا؟ البي ويف أهي قدامنا. هنكبر مثلا الورقة شوية، عندنا هنا البي ويف، وبعدين البي ار سيجمنت، وبعدين تول ار اس ار اس، ده الكيو ار اس كومبلكس، وبعدين فيري سمول اس تي سيجمنت ممكن ما تكونش حتى موجودة، وبعدين تي ويف طويلة، وبعدها سمول ويف صغيرة كده ممكن تكون دي اليو ويف. هنيجي نبص على البي ويف. البي ويف قدامنا ده باينة اصلا بالنظر ان هي طول اند بيكت، مش زي النورمال اللي احنا بنشوفها. عدها كده، احنا طبعا بنعد من اول التي بي سيجمنت دي مثلا، عندنا كده ادي 1 2 3 وربع، 3 مربع وربع، يبقى طول اند بيكت. ولكن الديوريشن بتاعتها لو عديناها كده 1 مش مكمل 2 مش مكمل مربعين، تبقى طول اند بيكت. يبقى ده ايه؟ رايت فنتريكولر انلارجمنت. بقى نبص على ورقه زي دي، ده ليد في 1. ليد في 1 بلاقي فيه ان البي ويف باي فيزك زي دي. دي ده اول واحد اللي هو السمول بوست ديفليكشن، ده بتاع الرايت اتريوم، وبعدين ده كله ده الليفت اتريوم. شفت الليفت اتريوم بقى برود ازاي؟ برود خالص اهو. لما نكبر برضو تشوف الساين كويس جدا، دي عبارة عن نوب صغيرة خالص كده، وبعدين ده برود برود برود، ازيد من مربع صغير، المفروض يبقى مربع صغير بس بقى برود، دليل ان الليفت اتريوم خد وقت. والدبس بتاعه، والدبس بتاعه يعني يا دوبك يعتبر ازيد من 1 مربع او 1 مربع بالظبط، ولكن هو برود، فده برضو suggestive of left atrial enlargement. برضو ورقة زي دي في في واحد، هنيجي نبص على البي ويف هنلاقي باي فيزك، ولكن ان النيجاتيف ديفليكشن كبير عن البوزيتيف كده، وازيد من 1 في 1 برضو. لو ده انا فيها اللي هي ازيد من 1 في 1، ده برضو left atrial enlargement. اجي بقى اشوف الورقة دي، انا هبص دلوقتي على الventricular enlargement. ببص الاول على في واحد، هاجي ابص في في واحد اشوف فيه الاول كده، استبعد ان في رايت فنتريك انلارجمنت ولا لا. هبص هلاقي فيه طول ار، ده مفيش اصلا ار، ده كيو اس باتر، مفيش اصلا رايت فنتريك انلارجمنت. طب في ليفت؟ طبعا الليفت ما اقدرش احكم عليه من ليد واحد بس، لازم الفولتج كرايتيريا اللي اتفقنا عليه. فهاجي ابص في في واحد شفت فيه دي بس، اجي ابص بقى على في خمسة وفي ستة. ابص الف في الورقة كده، اولا في ستة الار ويف في بالنظر كده اقصر من الار في في خمسة. طب اقيس في في خمسة، اعد كده كام الايزو الكتريك لاين عندي هنا اهو، ده تقريبا نص مربع، يبقى مربع كبير ادي 1 2 3 4 5 وحتة، قول ان دول كلهم كده ايه 6 مربعات كبيرة. 6 في 5 بكام؟ 6 في 5 ب 35، يعني هي ازيد من 25، يبقى دي دايجنوستيك ان فيها ليفت فنتريكولار هايبرتروفي، لان في 5 ار في 5 ازيد من 25. طيب اتفقنا ان دي كام؟ 35. ده 35 لو زودتها على الاس في 1 اكيد هتطلع ازيد طبعا من 35، لان الاس في 1 كام؟ ودي 1 2 3 3 وشوية، 3 مربعات يعني 15 مللي. طيب ار في 5 زائد في 2 اس في 2 دي 35، 35 يبقوا كام كده؟ 40، 45 ازيد من 45 برضو، يبقى الساينس دي برضو موجودة عندي. و R في في 6 لا هنا اصغر من في 5، يبقى شفنا كذا ساين طلعناهم مرة واحدة ومفيش right ventricular enlargement. نبص بقى على ورقة زي دي يا جماعة، مهمة جدا، انا جايبها عشان هدف معين. ورقة زي دي مجرد انت بصيت عليها كده، تيجي تبص على في 1 وفي 2 وفي 5 وفي 6، بص تحس ان الار داخله في الاس والويفز كلها بتاع الليد داخله ببعضها، الورقه ما عادتش مقضياها، حتى ان الار في في 4 طلعت بره خالص، دليل ان في هاي فولتج في الار وفي فنتريكولار انلارجمنت. فلازم ابص بعيني على الاستاندرزيشن بتاع الجهاز، بتلاقي كام؟ 10 ملي متر بير ملي فولت. يعني ورقه زي دي مثلا لو لقيتها ممكن اقلل الاستاندرزيشن ده، اخلي ان الجهاز يطلع 5 ملي متر لكل 1 ملي فولت عشان اقلل الشكل شويه واعرف اقيس وابص للويفز كويس. ومن اهم الاشياء في حته تشخيص الفنتريكولار انلارجمنت ان انا لازم ابص الحته دي، لان ممكن تبقى هاف ستاندرزيشن وانا اقول عليها نورمال ويكون ده اصلا فنتريكولار انلارجمنت واضح جدا. نيجي نبص برضه في واحد، هنا هنلاقي فيها طول ار، طول ار هنا ازيد تقريبا من 7، لان في 3 مربعات تحت وفي مربع تقريبا فوق، هنا 5 مربعات، يبقى ازيد من 7، يبقى رايت فنتريكولار انلارجمنت. بس الورقه دي مش متقسمه فمش واضحه قوي.
نيجي نبص بقى على ورقة زي دي، احنا مش هنقيس ولا حاجة بالنظر بس كده، هنبص مثلا على V1. V1 فيها ايه؟ لو لاحظنا في V1 هتلاقي فيها R بس. R بس يبقى الار كسبت بالتسكية على طول يا جماعة، ده رايت فنتريكولار انلارجمنت. عشان برضه اتأكد زي ما اتفقنا بنبص عليه، لو جيت تلاحظ في ليد واحد، شوف الاكسس كده هيبقى ايه. والله لو جينا نبص بالانسبكشن ميثود العاديه نلاقي في ليد 1 كيو ار اس اكسس نيجاتيف، يبقى ده اكيد مش ليفت اكسس ديفيشن، هيبقى رايت اكسس ديفيشن او اكستريم. نيجي نبص على ليد اي في اف هتلاقيها بوزيتيف ار ويف، ونلاقي في ليد 3 كمان ان الار ويف اكتر من اي في اف، ده شور رايت اكسس ديفيشن، شور رايت اكسس ديفيشن. حتى هي الرسمه دي المربعات بتاعتها صغيره، ممكن يبقى فيه رايت اتريال انلارجمنت، بس هنا مش هنقدر نحكم لان الرسمه صغيره ومش واضحه. لو قيسنا البي ويف ممكن يبقى فيه رايت اتريال انلارجمنت. في الحاله دي لقيت في ايه؟ لقيت في ساين بتاعت رايت فنتريكل انلارجمنت، ولقيت معاه رايت اتريال انلارجمنت، ولقيت معاه رايت اكسس ديفيشن. ده اكد لي خلاص، اتاكد بقى اعمل ايكو وانا متاكد اكيد هيبقى فيه رايت فنتريكولار انلارجمنت، واشوف بقى وادور الاسباب بتاعته واقارن كل الحاجات دي بالكلينيكال والهيستوري بتاع العيان. دي يا جماعة برضو في في واحد هنبص هنلاقي في سمول كيو وطول ار، ده طبعا ابنورمال، طبعا ده رايت فنتريكولار انلارجمنت. ونأكد كمان بالستريم باترن اللي قلنا عليه، في دلوقتي اس تي ديبريشن سلايت، ولكن الجي بوينت ايزو الكتريك، ولكن في ايه؟ انفيرتد تي ويف، دي انفيرتد تي ويف، انفيرتد تي ويف، انفيرتد تي ويف، يبقى ده رايت فنتريكولار انلارجمنت. وهنا الصوره دي مبينه ان في سمول كيو كمان، ده الفاريانت اللي قلنا عليه. صوره برضو يا جماعه زي دي هنبص على في 6، نلاقي لو قسنا الار ويف وكانت الصوره واضحه قدامنا هتبقى 26 ملم، وفي سترين باترن اهو، في سترين باترن واضح جدا. وجينا نقيس الاس ويف في في 1 هنلاقيها 22، لو جمعناهم على بعض طبعا هيبقوا ازيد من 35. ازيد من كام؟ من 35، 26 و22 يبقى كام؟ 48 يزيد من 35، بدل ليفت فنتريكولار هايبرتروفي ويز سترين باترن.